مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم ومرحبا. يوم انقضى، هذه أهم أحداثه. البيان الختامي للقمة المصرية الأردنية الفلسطينية يؤكد ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين. ومدبولي يتابع جهود الحفاظ على مشروعات الإسكان بديل العشوائيات وتنظيم برامج بناء الإنسان لسكانها. قلق أممي إزاء فرض إسرائيل إجراءات عقابية ضد فلسطين ردا على تحرك الجمعية العامة. تفاصيل أحداث 24 ساعة. أكد البيان الختامي للقمة المصرية الأردنية الفلسطينية بالقاهرة ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. كما أكد القادة الثلاثة ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير المشروعة، كذلك الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. عقدت في القاهرة قمة شارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. والرئيس الفلسطيني محمود عباس. تأتي القمة في إطار التشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، والتأكيد على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو المفتاح لاستقرار المنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي أن القمة شهدت التباحث حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما تم التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أعربت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بزيارة الملكة رانيا إلى بلدها الثاني مصر، مجددة الترحيب بها ضيفة عزيزة في مصرنا الحبيبة. وأضافت السيدة انتصار السيسي أن زيارة ملكة المملكة الأردنية الهاشمية جاءت فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوي الهمم والشباب، واتساقا مع خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة حققت معجزة حقيقية في برنامج توفير السكن البديل لقاطني المناطق غير الآمنة، وما تم تنفيذه من أعمال تطوير بالمناطق العشوائية، مشيرا إلى أن التحدي الأهم في الوقت الجاري هو الحفاظ على ما تم تحقيقه. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع عدد من كبار المسؤولين لمتابعة جهود الحفاظ على مشروعات الإسكان بديل العشوائيات وتنظيم برامج لبناء الإنسان، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الآن مع طائفة من أخبارنا المحلية. في
في جلسة عامة بمجلس النواب، ناقش وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، موضحا أن الوزارة لها خطة قومية مستمرة في تنفيذها. وأضاف سويلم أن الدولة نفذت مشروعا ضخما لتأهيل الترع من أجل توصيل المياه في الوقت المناسب وبالجودة المناسبة. في إطار اهتمام الدولة ببرامج الرعاية الصحية، وصلت المراكز الطبية بكافة المحافظات عملها لفحص المواطنين من جميع الفئات والأعمار، وذلك للاكتشاف المبكر للعديد من الأمراض السارية وغير السارية بعد دمج المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة. على هامش الملتقى 15 لحقوق الإنسان الذي عقد بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من دور وزارة التضامن الاجتماعي في توفير الرعاية المتكاملة والتنمية والحماية الاجتماعية للمواطنين المستحقين دون تمييز، وقعت وزيرة التضامن نيفين القباج والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وبناء القدرات. خلال مشاركتها في فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي، وفي جلسة بعنوان العمل الخيري حافز لحماية كوكبنا، أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن قمة شرم الشيخ للمناخ جاءت في وقت مهم لحشد التمويل اللازم للتنمية والمناخ، مشيرة إلى أن مبادرة دافوس لتحفيز التمويل المناخي تتسق مع دعوات وأهداف مؤتمر المناخ كوب 27. دشن التحالف الوطني للعمل التنموي العديد من المبادرات لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وقام التحالف بدور مهم في مساندة الحكومة لدعم أصحاب الدخول المحدودة، وذلك عبر ما يزيد على 30 جمعية ومؤسسة أهلية. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مناقشة البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بعنوان استراتيجية مقترحة لمواجهة تداعيات الحروب السيبرانية على الأمن القومي المصري، والذي نفذته كلية الدفاع الوطني في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة. حضر مناقشة البحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من رؤساء الجامعات وقادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريب، كذلك الدارسون بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا. نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع منظمة الانتربول ورشة عمل إقليمية حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا. جاء ذلك بحضور وفود 21 دولة وممثلي منظمتي الأمم المتحدة والانتربول. نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل إقليمية بعنوان التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي جاء تنظيمها بالتعاون مع منظمة الانتربول، ويأتي انعقادها في مصر إيمانا من الوزارة بأهمية التعاون الدولي والإقليمي لرصد وتجفيف منابع تمويل الإرهاب كأحد روافد مكافحة هذه الظاهرة. بالتأكيد الأساس في مكافحة الإرهاب وأي جرائم أخرى، جرائم عابرة الحدود، هي تبادل المعلومات والتعاون الوثيق بين أجهزة تنفيذ القانون في الدول في الإقليم، وهذا ما سنسعى إليه خلال هذا الاجتماع. هذه الورشة تأتي في سياق سلسلة ورشات عمل سابقة قمنا بها في هذا البلد الطيب. نحن سعداء جدا بوجودنا في هذا البلد الذي عانى من الإرهاب، والذي ضرب أروع الأمثلة في مكافحة الإرهاب. أتاحت ورشة العمل التي أقيمت على مدار 3 أيام وشارك فيها وفود 21 دولة وممثلو منظمتي الأمم المتحدة والإنتربول المجال للمشاركين فيها لتبادل الخبرات والرؤى حول الأساليب المستحدثة لتمويل الأنشطة الإرهابية وأحدث أساليب مكافحتها وما يرتبط بها من جرائم أخرى، في مقدمتها تهريب المخدرات والإتجار في العملة المشفرة لتمويل الأنشطة الإرهابية. Les sources de ces financements sont nombreuses, d'appartenance du pays. Par exemple, au Niger, les sources du financement du terrorisme, c'est le trafic de drogue, c'est l'orpaillage,
c'est le trafic de migrants, c'est le trafic d'armes, etc., etc. This is a good chance, yes, like to learn for that from the very beginning, and to get to know how other countries are investigating, what problems they are facing. Well, there are some trends that we have to deal with, like the cryptocurrencies and so on. And it's always good just to be updated, you know. It's like. وفي الحقيقة أنا أتمنى أن تستمر مثل هذه الورش على كافة المستويات حتى نضع خطوط عريضة ونستفيد من تجارب الدول في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وقد استعرضت مصر تجربتها في توجيه الضربات الاستباقية للأنشطة الإرهابية والتصدي للعناصر الضالعة في تلك الأنشطة، مع التأكيد الدائم في كافة المحافل الدولية على ضرورة تجفيف منابع تمويله وعقد دورات دولية في هذا الإطار، ومنها هذه الورشة. Thank you. I think it is very timely and excellent that Egypt is hosting this event because it sets forward how Egypt has a leading role, has been a center of excellence on terrorism financing, on countering terrorism financing. It's very relevant to have this here. We are in this wonderful police academy facility and we will have the opportunity to benefit. Well, as we have seen today, the efforts of Egyptian authorities have been fantastic in countering terrorism financing, and we continue to work very closely with Egyptian authorities in this space. This conference will be a great opportunity to further build on this cooperation with Egyptian authorities, but also with many other countries who are present here with us over the next few days. بحب أشكر جهود وزارة الداخلية المصرية واللجنة التنظيمية يلي حطوا كل الإمكانيات الممكنة حتى يكون هيدي الورشة ورشة ناجحة. أوصت الورشة في ختام فعاليتها بتعزيز تبادل المعلومات إقليميا ودوليا لمكافحة الإرهاب وتفعيل برامج الإنتربول لرفع القدرات الشرطية المحلية في هذا الإطار، وإقامة دورات وورش عمل واجتماعات لمكافحة الأنشطة الإرهابية والإجرامية ذات الصلة بتمويل الإرهاب، والتعاون الدولي في عملية تبادل المعلومات من خلال قنوات منظمة الإنتربول وقنوات المشرعة في عمليات التحويلات الغير قانونية واستغلال الاستثمارات على النطاق الوطني في عمليات تمويل الإرهاب. عقد الورشة بأكاديمية الشرطة كانت فرصة للوفود المشاركة فيها للاطلاع على كيانات ومرافق الأكاديمية، حيث تم تنظيم زيارة لهم للاطلاع عليها وعلى البرامج التدريبية والتعليمية المطبقة داخلها لإعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي وفقا لرؤية أمنية عصرية تواكب أحدث المستجدات الأمنية المحلية والإقليمية والدولية، حيث أشادت الوفود بإمكانات الأكاديمية وتفردها بين مسيلاتها في إعداد حماة الأمن والأمان. تمضي وزارة الداخلية في استراتيجيتها نحو تعزيز التعاون الأمني مع شركاء مصر الإقليميين والدوليين في كافة مجالات العمل الأمني لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار. استضافت مصر ورشة العمل حول التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنما هو تأكيد جديد على الريادة المصرية في مجال العمل الأمني وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، والذي أدى إلى حالة الاستقرار الذي تعيشه مصر حاليا مع الانطلاق نحو البناء والتنمية. من مقر أكاديمية الشرطة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لبلدة حلحول شمال الخليل. وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد الحواجز العسكرية المقامة عند مدخل النبي يونس شمال البلدة أطلقت وابلا من الرصاص صوب الشاب الذي استشهد متأثرا بجراح خطيرة. أعربت دول ومجموعات أعضاء في الأمم المتحدة عن قلقها الشديد إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب والقيادة الفلسطينية بعد طلب الجمعية العامة رأيا استشاريا من قبل محكمة العدل الدولية حول انتهاك الاحتلال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. أعربت دول ومجموعات أعضاء في الأمم المتحدة عن قلقها الشديد إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني. وجددت نحو 40 دولة ومن بينها الجزائر والأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كوبا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا واليابان، جددت في بيان لها تأكيدها على دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي، كما أعادت التأكيد على تمسكها بالنظام متعددي الأطراف، وطلبت من إسرائيل التراجع الفوري عن هذه الإجراءات غير القانونية. يأتي هذا فيما رحبت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بهذا البيان، واعتبرت هذا الموقف متسقا مع المنظومة الدولية والقانون الدولي في الرفض التام للعقوبات الأحادية وغير الشرعية التي تطال شعبا بأكمله بسبب لجوئه للآليات والمؤسسات الدولية. وأشارت البعثة إلى أن أهمية هذا البيان تكمن في أن قائمة الدول الموقعة شملت أيضا دولا لم تصوت لصالح القرار في الجمعية العامة، مما يعزز الموقف الدولي الرافض لسياسة العقاب التي تنتهجها إسرائيل. دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية غدا الخميس لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشيل عون الذي انتهت ولايته في 31 من أكتوبر الماضي بعد 6 سنوات قضاها في السلطة. مشاهدي الكرام، أحداث الليلة ما يزال فيها للمزيد متابعة وبعد قليل بأمر الله. استقالة أحد مستشاري زيلانسكي بعد اعترافه بتسبب صاروخ أوكراني في حادث تدمير مبنى سكني في مدينة دنيبرو. قدم أليكسي أريستوفيتس مستشار ورئيس ديوان الرئاسي الأوكراني استقالته بعد أن تعرض لحملة انتقادات لتصريحه بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تسببت في انفجار مبنى سكني في مدينة دنيبرو وبتروفسك الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 قتيلا، وأثار موجة انتقادات دولية لروسيا لاستهدافها مباني سكنية. تطورات الحرب الروسية الأوكرانية نرصدها في هذا التقرير. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات المسلحة الروسية ستخضع لتغييرات كبيرة من عام 2023 إلى عام 2026، بما يشمل هيكلها إلى جانب إصلاحات إدارية، وذلك مع زيادة عدد عسكريها إلى 1.5 مليون فرد. جاء ذلك خلال تفقد شويغو لقوات بلاده في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فيما أعلنت السلطات التي نصبتها روسيا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا أنها تسيطر على سوليدار. كانت روسيا قد أعلنت أن قواتها سيطرت على سوليدار، إلا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي نفى ذلك، وأوضح أن القتال من أجل سوليدار وغيرها من البلدات ما يزال مستمرا. وبحسب خبراء عسكريين فإن سوليدار، وهي بلدة صغيرة لتعدين الملح، تعد ذات أهمية استراتيجية ضئيلة، لكنها اكتسبت أهمية سياسية في إطار هدف موسكو المتمثل في السيطرة على منطقة دونيتسك.
من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن أوروبا ستستمر في دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا في مواجهة روسيا. وخلال كلمة ألقتها في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أوضحت فوندرلاين أن دعم كييف يشمل استعادة الطاقة والتدفئة وإمدادات المياه وكذلك التحضير لجهود إعادة الإعمار على المدى البعيد. عين المستشار الألماني أولاف شولتس السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بوريس بيستاريوس وزيرا للدفاع. جاء ذلك عقب استقالة كريستين لامبرخت من المنصب عقب سلسلة من الإخفاقات. غدا استقالة كريستين لامبرخت من منصبه كوزير للدفاع عقب سلسلة من الإخفاقات. أكد المستشار الألماني أولاف شولتس تعيين السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي بوريس بيستوريوس وزيرا جديدا للدفاع، معتبرا أنه الأفضل للتولي هذا المنصب في فترة حساسة. وقال شولتس إن بيستوريوس سياسي له خبرة واسعة وخبرة إدارية وشارك في السياسات الأمنية لسنوات ويمتاز بكفاءته وإصراره. وأكد شولتس أن بيستوريوس صاحب 62 عاما هو الشخص المناسب لقيادة البوندسفير أي القوات المسلحة في وقت تسعى ألمانيا لتحديث قواتها المسلحة أمام الغزو الروسي لأوكرانيا. ويعد قرار تعيين بيستوريوس مفاجئا بعدما تم التداول بأسماء عدة في الصحافة، بينها إيفا هوغل مفوضة الدفاع في البوندستاغ البرلمان الألماني والمكلفة بإعداد تقرير سنوي حول وضع الجيش، وأيضا وزير شؤون التوظيف هوبرتوس هايل. تعاقبت وزارة الدفاع الوطنية تايواني 8 طائرات عسكرية صينية وثلاثة سفن حربية كانت تحوم حول تايوان، وأرسلت بكين حتى الآن هذا الشهر 217 طائرة عسكرية و57 سفينة بحرية حول تايوان. تعقبت وزارة الدفاع الوطني التايواني 8 طائرات عسكرية صينية وثلاث سفن حربية كانت تحوم حول تايوان خلال 48 ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الدفاع أنه ردا على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي الصيني. وأكدت الوزارة أنه لم تعبر أي طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت. جدير بالذكر أنه اعتبارا من بداية الشهر الجاري وحتى الآن أرسلت بكين 217 طائرة عسكرية و57 سفينة بحرية حول تايوان. ومنذ سبتمبر 2020 زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان. وتعرف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية لدولة دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة. في الصومال شنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية هجوما جديدا على أحد المعسكرات التابعة للجيش الصومالي. نتابع. فرحة جديدة للشعب وهزيمة ساحقة للميليشيات بعد أن تمكن الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية في السيطرة على منطقة عيل طير التابعة لمحافظة جلجدود وسط البلاد. وأكد وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور تحرير المنطقة من فلول ميليشيات الخوارج. وغدا إعلان الحكومة استعادة مدينة استراتيجية أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم على معسكر للجيش أسفر عن مقتل 11 جنديا. وصرح قائد الجيش الصومالي أحمد محمود الموجود في مدينة بلكاد القريبة من هوادلي مقتل أكثر من 10 أشخاص في الهجوم، وأوضح أنه ليس هناك تفاصيل مؤكدة بشأن الضحايا، لكنه أكد أنه تم صد الإرهابيين
وأن الجيش الصومالي يسيطر على المنطقة بشكل كامل. وأفاد شهود عيان أن الهجوم بدأ بانفجار قوي قبل اندلاع مواجهة مباشرة مع الجيش في هوادلي، كما استولى مسلحو الشباب على معسكر الجيش لفترة وجيزة وأضرموا النار في بعض الممتلكات. الآن مشاهدي الكرام إلى طائفة من أهم أخبارنا الاقتصادية المحلية. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع مستثمرين سعوديين في قطاعات مختلفة بالسوق المصرية للاستماع إلى مطالبهم وخططهم للاستثمار في مصر وحل مشكلاتهم، مؤكدا الأهمية التي توليها الدولة لحل مشكلات المستثمرين وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. كما عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تخدم الاقتصاد المصري بصورة حيوية ودمج الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن عام 2022 شهد اضطرابا ملحوظا تعرض خلاله الاقتصاد العالمي لصدمات سلبية متعددة تمثلت في تباطؤ النمو العالمي خلال جائحة كوفيد-19 وتراجع معدلات الانتاج نتيجة سياسات الإغلاق في مختلف دول العالم إضافة للحرب الروسية الأوكرانية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين ما تردد حول اختفاء أي من السلع الغذائية الأساسية بالأسواق، مشيرا إلى توافر كافة السلع الغذائية الأساسية وانتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بالأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية. مشاهدي الكرام، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الآن نتعرف على أهم درجات الحرارة المتوقعة. شكرا لحضراتكم على المتابعة مشاهدينا الكرام، تصبحون على ألف خير.